مالك يا كمال؟ الدكتور قال حاجة تانية؟ عنده ايه الولد؟ ده مش في اللي عنده دلوقتي، احنا في الأدوية دي هنجيبها منين؟ خد بيع دي لحد ربنا ما يفرجها. يفرجها النهاردة وبعد كده. يا ريتني كنت اتجوزت واحدة موظفة، كانت ساعدتني بقيتها في مصيبة زي دي. علم الجواز وسنين الجواز اللي يخلي الواحد يمد ايده ويستلف. هات يا شيخة. سيدي بسيطة، أهم حاجة إني أقوم بالسلامة. اكتب الاستمارة وأنا هديهم تعليمات يخصموا الصرف على 12 شهر. ربنا ما يحرمناش منك يا فندم. أظن أنا هانم الآن. طبعا يا فندم. سلم لي عليها. ضمنها إن أمراض الأطفال ما يتخافش منها. دي هي النهاردة يا فندم هتدعي لك لما تعرف إن سيادتك وافقت على السلفة. العفو. روح أنت علشان تلحق الخزنة. على إذنك يا فندم. متشكر. العفو. متشكر أوي. ابعتي لي محمود السواق. سعيدة هنا. أهلا. ازاي دلوقتي؟ كويس. الله. انت لسه بتعيطي؟ خلاص يا ستي اديني استلفت 20 جنيه بس اعملي حسابك مصروف البيت هتاخديه ناقص 3 جنيه كل شهر وتبقي تصرفي بقى مع اهلك كملهولك. اتفضل 50 جنيه بقى ابعتهم اتصرف فيهم. والله في الخير اللي افتكر. طب بتعيطي ليه بقى بدل ربنا فرجك؟ مفيش بس صعبت عليا نفسي. ألو، لو سمحت ممكن أكلم سعفان بيه؟ أيوة أنا سعفان. أهلا 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 بيكي في أي وقت. أنا سعيد جدا اللي سمعت صوتك. متشكرة أوي. أنا بكلم حضرتك عشان أشكرك على 50 جنيه وأوعدك إني هرجعهم لحضرتك في أقرب فرصة. أنا أولا ما طلبتش إنك ترجعهم لي، ثانيا الشكر في التليفون ما ينفعش. لو ما تتضايقيش أكون سعيد لو تقابليني، وهي فرصة أشوفك وأطمن على الولد. أرجو المقابلة دي تكون سر بيني وبينك. ما يكونش عندك أي فكر، ثقي فيا. تحب أرجع لك الفلوس إزاي؟ فلوس إيه؟ فكرك أنا بقابلك علشان أكلمك في الفلوس؟ أنا عايز أطمن عليك. هي كمان أنا عارفها بسيطة. هي بسيطة صحيح، إنما أدي إحنا مستورين. على العموم ما تشيليش هم، زي ما قلتلك اعتبريني أخوك الكبير، وعشان أساعدك أنا حرقي كمال وزود له مهيته، وإذا احتجت أي مبلغ تاني ما تتردديش. تليفون بسيط كل طلباتك هتتنفذ. متشكرة أوي. لو سمحتي تقبلي مني الهدية دي. ايه ده؟ والحتتين قماش لسه جايين من باريس. يا خبر، لا مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ هدية بسيطة. أرجوكي ما تكتفينيش. طب بس هقول له ايه؟ يا سلام، أي حاجة. Thank you.
بكيل يا هناء. خير؟ زعفان بيرقاني، بقت ميتي 50 جنيه، ولو اتبسط من شغلي يمكن توصل ل100. مبروك. الله، انت مش مبسوطه ولا ايه؟ لا ابدا، طبعا مبسوطه. انت كنت بره؟ اصل كنت بشتري. اصل كنت فين يا هناء؟ كنت عند ليلى بنت خالتي. بص، ايه دول؟ دول حتتين قماش جابتهم لي ليلى هديه بمناسبه عيد ميلادي. بنت حلال قوي ليلى دي، وفرت لنا كسوه الصيف. يلا بقى يا حبيبتي نتغدى احسن اموت من الجوع. ها يلا. الاسانسير بسرعه يا علي. حاضر يا فندم. مع السلامة يا فندم. ايه كمان؟ عامل ايه في الشغل؟ كل حاجة ماشية عالية يا فندم، ده بفضل توجيهات حضرتك وتشجيعك. على العموم، أنت كل ما تشد حيلك هتلاقي الطريق قدامك مفتوح في الشركة. إنك تترقى وتكبر ومعيتك تزيد، وقدامك فرص كتيرة. إن شاء الله يا فندم أكون عند حسن ظنك. طيب اتفضل. اتفضل. شكرا يا فندم، مع السلامة. على فكرة. أيوة يا فندم. ليلى أنا عامل حفلة وعازم شوية عملاء، ممكن تبقى تيجي، وهي فرصة إنك تتعرف عليهم وعشان تكون علاقات. أوي أوي يا فندم. ويا ريت المدام تشرف معاك. إن شاء الله يا فندم، مع السلامة. تسمح ارقص مع الهنا؟ ايوه ايوه اتفضلي. اسمحي؟ بس ما بعرفش ارقص. اعلمك. محسوبه اكيد. كمان. اتفضلي. زي ما قلت لسيادتك. شفتي بقى الرقص سهل ازاي؟ مبسوطه مني؟ اديني رقيت كمان زي ما وعدتك. ميرسي. كل اللي بعمله ده علشان خاطرك، مش لازم الوش الجميل ده يزعل ابدا ولا يشيل هم ابدا. عايز اخليكي اسعد مخلوقه في الدنيا. هناء، لو طلبت منك تقابليني الساعه 6 ترفضي؟ بس هتقولي لي كمال هشوف طريقه اشغله بيها في المكتب، لكن ضروري اقابلك، حاجه مهمه لازم اقولها لك. هناء. سعفان بيه كان بيقول لك ايه وانت بترقصوا؟ بيكلمني في السياسة. قالكيش حاجة عني؟ قال لي انه مبسوط منك. امتى بقى هيرقيني ويزود مرتبي لل100 جنيه زي ما وعدني؟ وحياتك يا هناء، الراجل ده احنا مديونين له بكتير، خليكي لطيفة معاه، ممكن يوصلني لبعيد، بعيد قوي.